سؤال شيخنا يقول: ما حكم من يعني يذهب من بلد والديه إلى بلد آخر للعيش فيه ويتركهم لوحدهم مع العلم أنهم لا يعارضون ذلك الانتقال؟ والله أخي فيصل، هذا هو شأن كثير المسلمين اليوم الحقيقة، وللأسف تجد أنه يتغرب بحثا عن الكسب. وأقول أخي فيصل، الواجب الحق على المسلم أن يلزم مكانه مكان إيش؟ والديه، برا بهما، ولا سيما إذا كان في حاجة إليه، وسيجد إن شاء الله من أوجه الخير والبر والرزق ما الله به عليم. ومن صدق النية مع الله عز وجل أخي فيصل الحقيقة، لا شك أن الله سيفتح له من باب الرزق شيئا عظيما. ثم إنني أقول أخي فيصل، هنا مثلا لعلي تأذن لي أقف في هذا الباب، تجد كثير من الإخوة الوافدين عندنا في البلد مثلا يأتي هنا للعمل ويترك والديه وزوجته وأبنائه سنين طويلة حتى لا يذهب الإجازة ربما لخمس ست سنوات. قابلت أحدهم بلغ 60 من عمره، قلت: يا فلان، لماذا لا تذهب بين ثينة وأخرى حتى تتنعم بحياتك، تجلس مع والديك مع زوجك مع أبنائك؟ قال: طلب الكسب والمال. قلت: يا أخي، المال سيذهب، لكن المال يأتي ويذهب، لكن العمر سيذهب ولن يأتي. ولذلك الحقيقة على الإنسان حتى وإن تغرب أخي فيصل لطلب الرزق والكسب أو الدراسة، أن لا ينقطع على من كان له حق عليه من والدين وزوجة وأبناء، وعليه أن يتق الله عز وجل. ونعرف يا شيخ، يسمعني حتى من استوديو أخي فيصل اليوم الإخوة العاملين، ويسمعني خلال الشاشات اليوم كثير من الإخوة الوافدين حقا من يأتي، لا وأطلبوا في هذا قطع الأرزاق عنهم، والبلاغ زادهم الله من فضله، لكن الحقيقة المصيبة أن ينقطعوا وقتا طويلا وأعواما عديدة على من لهم إيش واجب عليهم الحقيقة. ربما تكون زوجة، ربما يكون والدان، ربما يكون أبناء. نعم، يأتي ويتكسف ثم يرجع لهم ما بين ثينة أخرى حتى يجمع بين الخيرين، يطلب الكسب ورزق الحلال، وأيضا لا يتخلى على من يعني أوجب الله عز وجل عليه من الواجبات والحقوق من له حق عليه من والدين وزوجة وأبناء. ثم أنا أخي فيصل كما أسلف العمر يذهب يا أخي، يأتي الشخص مثلا لبلد ما وعمره 30 عاما مثلا، ما يلبث إلا وبلغ 45 أو 50، متى سيعيش سهرة شبابه مع والديه ومع زوجه وأبنائه؟ لا شك كما أسلفت، المال يأتي ويذهب، لكن العمر إذا ذهب لا يرجع الحق، ولا سيما إذا كان في تفريط لحقوقه، لأن تعرف الوالدين أو الوالدان لهم حقوق، والزوجة أيضا لها حقوق. قل لي بربك أخي فيصل، ما هذه المرأة تتزوج فلانا من الناس وينقطع عنها بالعشر سنوات وخمس عشر سنة؟ ما فلت هذا الزواج يا أخي فيصل؟ أين الحياة الزوجية؟ أين العشرة؟ أين المعاشرة؟ أين الموادة؟ ما لا توجد الحقيقة. فالإنسان يستعين بالله عز وجل ويحسن الظن به سبحانه وتعالى ويتكسب من رزق الحلال، لكن دون ما إيش أن يتناسى حقوق من عليه من الحقوق من أوجب الله عز وجل عليه من حقوق تجاههم. يعني يتوسط ويوازن بين يوازن أمور. يوازن، يستطيع مثلا كل فترة في فترة يعني يوازن بحيث يجمع بين الأمرين، يطلب الرزق والكسب ثم بعد ذلك إيش ينصرف. وذاك القصة الشهيرة يا شيخ التي شكت لعمر ذاك الجندي الذي ينقطع عن الثغور أخي فيصل لشهور طويلة، وشكت عمر في بيتين شهيرين يا أخي. تصور أخي فيصل، جمع النساء وقال: كم تمكث المرأة عن زوجها؟ فقلنا أربعا، يعني أربعة إيش أشهر. تخيل أخي فيصل، أمر الثغور الحقيقة ألا ينقطع الجند عن زوجاتهم وأهلهم إيش أربعة أشهر. كيف من يقيم اليوم يا أخي سنوات طويلة؟ وين المباشرة؟ وين الموادة؟ وين الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليك؟ مع أن المسافة ستكون بعيدة وقد يحتاج وقت حتى يأتي. شيخ، المواصلات قديمة ليست اليوم يا أخي فيصل ساعة ونص تطلع، تستطيع يعني تطير لأدنى لأبعد البلدان حقا وساعتين. فنسأل الله عز وجل يرزقنا وإياهم من واسع فضله، وأن يعيننا وإياهم بما أوجب علينا من الحقوق والواجبات. أنا وقفت يا شيخ عند هذه المسألة لأنها دقيقة جدا، صحيح، وحقيقة تمر عليه كثيرا في هذا الحقيقة.